اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين، وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم، موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي ابن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد ابن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي ابن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فاضيفوني واجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.